إلى النمسا، حيث يعقد وزير الداخلية جيرهارد كارنر مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن سياسة بلاده تجاه عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، حيث درس الوزير عددا من الخيارات. اقترح على ألمانيا ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولة ثالثة بعيدة عن الاتحاد الأوروبي لعدم تشجيعهم على محاولات الهجرة مجددا، وطالب بوقف منح تأشيرات الدخول لهؤلاء اللاجئين. من فيينا مباشرة معنا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر. إذن أحييك خالد، أنت معنا مباشرة. نتحدث حول الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الدول الأوروبية وخاصة النمسا، التي يقترح وزير داخليتها بإنشاء مراكز لجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي، فكيف تبدو التفاصيل ولماذا هذا التوقيت بالتحديد لهذا الطرح بالنسبة للهجرة غير الشرعية خالد؟ تحياتي إليك حساني. فيما يخص التوقيت، استبق وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في 8 يونيو المقبل لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية بجملة من التحركات، كان آخرها مؤتمرا صحفيا انعقد قبل قليل، أكد فيه على سياسة النمسا للعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية، وقال إننا ناجحون في السيطرة المباشرة على حدودنا، وندعو الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء معسكرات للاجئين في دول ثالثة بحيث يتم فحص ملفات اللاجئين قبل أن يدخلوا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن النمسا لن تقبل طالبي لجوء أو مهاجرين غير شرعيين من الدول الآمنة، وقال إن هذه الدول الآمنة مثل الهند ومصر وتونس والمغرب. أيضا في سياق طرحه أكد على أن النمسا سوف لا تتوانى عن الترحيل القسري لأولئك الذين يرتكبون جرائم في البلاد. وفي هذا الصدد قال إن النمسا استقبلت في عام 2022 أكثر من 109,000 لاجئ، وهو رقم لم تصل إليه النمسا منذ الخمسينات، وتم ترحيل 13,000 لاجئ منهم سواء بالطريقة الطوعية أي برغبة من اللاجئين أنفسهم، أو من خلال الترحيل القسري الذي وصل إلى 5,000 حالة. وقال إن عمليات الترحيل أدت إلى فرار 42,000 طالب لجوء ومهاجر غير شرعي من النمسا العام الماضي، لأنهم وجدوا أنهم سيعودون إلى بلادهم قسراً. طيب ماذا خالد هنا في هذه التفاصيل التي تحدث عنها، ماذا عن رد فعل يعني الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة غير الشرعية أو هؤلاء اللاجئين، وخاصة أن الدول الأوروبية هناك محاصصة يعني لعدد الحصص التي يمكن أن تأخذها من هؤلاء اللاجئين، وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية، ماذا عن رد فعل الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الأمر؟ تدخل النمسا حساني صراع حقيقة ضد بروكسل في هذا الملف. فأعلن الوزير كارنر هذا الأسبوع على مرتين أو 3 مرات أن النمسا ترفض مسألة المحاصصة، وأنها قبلت لاجئين بأكثر مما تحتمل، وأنها لن تستقبل لاجئين قادمين من أفريقيا أو من آسيا أو من غيرها من البلدان، وأن سياسة المحاصصة وما يسميها الاتحاد الأوروبي التضامن المرن لم تعد تتوافق مع النمسا. ولذلك يحشد المستشار النمساوي كارل نيامر وكذلك وزير الداخلية منذ عدة أشهر لوبي يشاطرهم تلك الرؤية الرافضة للمحاصصة، فأجروا زيارات عدة إلى السويد وإلى إيطاليا التي تتأثر بشدة من الهجرة غير الشرعية، وكذلك الدنمارك. ويوم الخميس يجتمع وزير الداخلية مع نظيرته الألمانية ووزير الهجرة الدنماركي. نعم. يؤكد دوما على أن سياسة أوروبية متشددة من خلال حماية الحدود الخارجية وإنشاء معسكرات لطالبي اللجوء في دول ثالثة
خارج الاتحاد الأوروبي سوف تكون رادعة، نعم، وستجعل طالب اللجوء أو المهاجر يفكر ألف مرة قبل أن يأتي إلى الاتحاد الأوروبي. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة من فيينا بالنمسا، كنت معنا مباشرة خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك خالد.